نحو أسبوع مضى على حريق مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية، وما زال ذو الضحايا يبحثون عن جثث أهاليهم التي تفحمت بهذه الفاجعة التي أودت بحياة 124 من مرضى وباء كورونا وعشرات المصابين. الحين يوم سابع، جثث داخل مستشفى العزل الإمام الحسين التعليمي. الريد مجرد أن فرقة إنقاذ تجي ترفع الكرفان اللي موجودة تحت، لحد الآن 20 جثة ما يقارب. أهالي الناصرية اتهموا صراحة الحكومة وأحزابها بالاستخفاف بأرواح ذويهم من الضحايا من خلال عدم رفع الأنقاض حتى الآن وانتشال ما تبقى من الجثث المطمورة تحت هذه الأنقاض. جهات الإنقاذ ماك كرفان صايل الأسبوع، ما حد واصله، ما حد رافعه، ربع متر تقريبا ارتفاع، الارتفاع هذا شقق ونزلت الجثث، اكو جوه المفروض يرفع وشوف الجثث، 20 جثه مفقوده كلها خشب وجثث هاي احترقت ونزلت جوه. انت غير ترفع الكرفان على مود تكشف كم جثه، ليش هسه العالم ضاله؟ طبعا الحريق المفتعل اللي راح ضحيته تقريبا 124 شخص، اللي حاليا حتى الحكومه المحليه او وزاره الصحه ما تعرف ايش قد عدد الضحايا اللي راحوا، لان اغلب الناس اللي هي كانت موجودة داخل المحرقة تحولت إلى فحم. كما اتهم الأهالي الأحزاب السياسية والميليشيات بالانتقام من الناصرية ومجتمعها على خلفية موقفها الشرس في تظاهرات تشرين ضد قوى العملية السياسية الفاسدة. فاجعة بعد فاجعة، جريمة بعد جريمة تتلقاها محافظة ذي قار وشعبها المظلوم وأبنائها المظلومين. إلى متى هذا السكوت؟ إلى متى يا لجاننا التحقيقية حبرا على ورق؟ إلى متى هذا التعسف؟ إلى متى هذا الإهمال؟ إلى متى هذا الإصرار على قتل شعب ذي قار؟ يعني ليش جاي تنقمون على أبناء ذي قار؟ ليش؟ لأنها طلعت على الفساد؟ لأنها ثارت على الظلم؟ أما ثوار ساحة الحبوب في الناصية فقد أكدوا أنهم سيواصلون حراكهم أمام مستشفى الحسين للكشف عن المسؤولين عن هذه الفاجعة وتقديمهم إلى العدالة. طبعا هاي المسيرات راح تستمر يومية لحين تحقيق المطلب، انهاء الافلات من العقاب. ماكو، صار اسبوع طبعا، هاي مرت الايام وراح تمر وتسوف القضية، بس احنا راح نستمر على هذا الشيء لمن يكشفون من المسبب، ان كان قصور، ان كان جهة سياسية، حتى لو قصور هو يتحملون المسؤولية. فاجعة مستشفى الحسين في الناصرية ستكون طي النسيان السريع ايضا بفعل ما سيتلوها من فواجع ونكبات جديدة، وسيرة الحكومات المتعاقبة في تسفيه هذه الفواجع وتميعها عبر وضع لجانها التحقيقية الحكومية في أدراج الروتين وعدم إطلاع الرأي العام على أي نتائج لهذه اللجان.